يؤديها رئيس الجمهورية قيس سعيدي لجمهورية الصين الشعبية بداية من اليوم لنهار 1 جوان. باش نحكيو على العلاقات التونسية الصينية باش يكون معنا عبر الهاتف الباحث في العلاقات الدولية البشير جويني باش نحكيو زادة على موضوع هو ديما نحكيو فيه في انتظار انه مشروع القانون يتعدى على مجلس نواب الشعب، وهوني نقصد الشيك دون رصيد اللي كان البارح محور جلسة عمل أشرف عليها رئيس الجمهورية وتم تخصيصها لاستكمال تنقيح الأحكام المتعلقة بالشيك دون رصيد. كذلك رئيس الجمهورية البارح التقى برئيسة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مشكات سلامة وحكاوا على عدة الإشكاليات والمواضيع اللي تخص الصلح الجزائي. باش نمشي ونحكيو على الجامعات، باش نمشي لجامعة تونس المنار اللي تنظم نهار 31 ماي و2 جوان الجاي الدورة الثالثة لتظاهرة جامعة دون عوائق. باش نحكيو على التظاهرة هذه وباش يكون معنا عبر الهاتف رئيس الجامعة المعز شفرة، وباش نحكيو على ظاهرة يحكيو عليها ديما توانسة وخاصة توا كي الدنيا سخنت العباد ولا تخرج برشا من ديارها وما كي تحطك راهبة تجي تلقى شانغيل هزها. باش نحكيو على شانغيل. كل هذه المواضيع نتابعها في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن حديث الساعة. اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيدي أدي زيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية كما كنت قلت أنت في الافتتاحية متاعك نجم. الزيارة هذه باش تمتد من اليوم 28 ماي حتى كش 1 جوان 2024 تلبية لدعوة من رئيس جمهورية الصين الشعبية اسمه شي جين بينغ، هكا يظهر لي مانيش غلطه لو الاسامي نتاعهم صعب شويه، وباش يشارك زاد رئيس الجمهوريه كضيف شرف في الجلسه الافتتاحيه للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني اللي باش ينعقد نهار 30 ماي ببكين. ومعنا مباشره عبر الهاتف الباحث في العلاقات الدوليه بشير جويني. بشير صباح النور، مرحبا بك. الو صباح النور بشير. بشير جويني إن كنت تسمعنا مرحبا. نحاول نرجع لضيفنا. تسمع فينا بشير؟ ألو نسمع فيكم. مرحبا، الصوت ضعيف شوية. خير أي مرحبا خير. مرحبا أهلا وسهلا بشير. صباح الخير. شكرا جزيلا. نتعامل معك ولكل صناعات المسلمين. الله يخليك. مثل هذه القمة من أين تستمد أهميتها حسب نظرك؟ يعني خلينا نقول أن القمة عربية صينية، البلدان العربية إحنا منها جزء من العالم العربي، ولكن خلينا نتحدث عن الصين. الصين اللي تعمل في معدل نمو 9% تقريبا منذ 78 دون انقطاع، 9% سنويا. الصين اللي ميزانيتها سنوية أكثر من 3 تريليون دولار، اللي تقريبا الصين تحتل المرتبة الأولى في عدد سكان العالم، وهي تحتل خمس المساحة الجغرافية اليابسة في العالم. الصين اللي تقريبا 17% من سكان العالم يحمل جنسيتها، كل هذا هو الصين. الصين هي القوة الاقتصادية بينتو رقم واحد. فأعتقد أنه هذا يخلي العلاقة ما بين تونس والصين مبررة على كل المستويات الاقتصادية السياسية والتاريخية أيضا. السؤال المطروح الآن، ما هو أفق هذه العلاقة؟ هل سيبقى فقط أفق علاقة سياسية في إطار تنييع الشركاء، وهو أمر مطلوب جدا ومطلوب أمر مش فقط مع الصين، مع شركاء آخرين جدد هذا أمر مطلوب. السؤال هل أنه هذا يتنزل في استراتيجية واسعة أم أنه فقط هي مرتبطة بهذه المحطات؟ نذكر أنه اقتصاديا، وهنا خليني نعطي الوجه الآخر من علاقتنا مع الصين، مهم جدا التذكير به، بأنه نصف العجز التجاري في الميزان التجاري التونسي متأتى من الصين. الصين اللي نستورد منها تقريبا أكثر من 5 مليار دينار، وما نصدروا لها إلا أقل من 200 مليون دينار، الأولى بالخمسة مليار دينار والثانية مليون دينار، يعني تقريبا عجز تجاري دائم أكثر من نصف عجز تجاري في الميزان التجاري التونسي مع الصين. يعني نستورد منها وما نصدروا لهاش، هذا أولا. ثانيا علاقتنا فيها بالجانب الاقتصادي ولكن أيضا بالجانب السياحي، الصين عندها تقريبا سنويا 122 مليون سائح، 122 مليون سائح. نصيب تونس ما يتجاوزش 32
ألف سائح. فكل هذا أقل من السائح الصيني اللي تبعوا اللي يعرفوا أن السائح الصيني ما يجيش البلد فقط، يجي لأكثر من بلد ويجي لمنطق السياحة الجماعية والسياحة الاستكشافية الثقافية. كل هذا أعتقد أن هذه أرقام، وأنا الحقيقة تعمدت أن ينطلقني أرقام من الحديث كثير، ولكن الأرقام لا تكذب، الأرقام هي مؤشر أساسي على أنه يجب أن نغير سياساتنا، ويجب أن نغير على الأقل ما نقولش الكاب، ولكن ننوع شراكاتنا. الصين هي شريك قد يكون جدير بذلك، ولكن يجب أن يكون في إطار استراتيجية. وهذا هنا يخليني ننطلق ممكن في النقطة الأخيرة حتى نخلي المجال للتفاعل مع الزملاء وبقية الأصدقاء. الصين هي نموذج بين الدول الغربية والمعسكر الشرقي القديم كما عرفوه. وأنا كان لي الإمكانية أني زرت أكثر من مكان في الصين في شرقها وفي غربها. الصين اللي ممكن صورتنا عليها نظام شيوعي، نظام إخفائي إلى آخره، لم تعد تلك الصين. فيها طفرة كبيرة خلينا نقوله بالمنطقة الليبرالي، ولكن ما زالت متشبثة بالطريقة الصينية للحكم اللي يعبروا عليها بالجدارة والثيوقراطية المرتبطة بالمبادئ الكونفوشيوسية. أعتقد أنه عندنا كثير ما نبنيه مع الصين كشرق، لأنه إحنا نهت الأمر ما بين المعسكر الشرقي والغربي دون أن ننطلق في هذه الأحلاف، إذا كان صح التعبير، الشرقية ولا الغربية. مصلحة البلد تستوجب منا أن نحسن هذه الأرقام. هذا هو أنا حبيت نسألك أن نندرج في محور الأمم. هو أستاذ بشير، أنت لمحت إلى ضرورة تنويع السياسات، وأنت تعرف أنه تونس ترتبط في علاقاتها الاقتصادية مع الصين عبر ثلاث مؤسسات، هي منتدى التعاون الصيني الأفريقي، منتدى التعاون الصيني العربي، ومبادرة الحزام والطريق. برأيك إلى أي مدى مهم جدا وأنه نتوجه شرقا اليوم مع المحافظة على الشركاء التقليديين؟ اليوم نحكيه على الصين، ولكن الصين في إطار توجه كامل هو التوجه شرقا اقتصاديا. أقصد هو مهم جدا كما سلفت في الحديث أن نكون على بينة من أنه ضروري نوع الشركات، لكن مش بمنطق النكاية ولا بمنطق الشعبوية، تنويع الشركات بمنطق ما ينفع البلد. كنت نذكر في الأرقام أنه إحنا ما نصدروش تقريبا إلا النذر القليل إلى الصين، في حين نستورد منها في لا أقول كل شيء، ولكن أقول إلى أشياء كثيرة قد لا نكون في حاجة إليها. هذا أعتقد أنه مرتبط مش فقط بالصين، مرتبط بنا احنا. وانا كما قلت كان لي الفرصة في انه في احد هذه الاطر الثلاثة اللي ذكرتها اني معناها زرت الصين، وكان لنا محادثات مع مسؤولين رسميين صينيين، وقالوا بالصراحة الصينية المعروفة انه جزء من المشكلة يقع على عاتق تونس وعلى تونس، يطلبوا في منتجات قد لا تكون ضرورية، ولكن طبعا لأنه البيع والشراء وهذه مسألة العرض والطلب مسألة تتجاوز الرغبات السياسية والرغبات متاع مختلف الأطراف، فجزء منه يقع على عاتقنا في أن نرشد على ميزان التجاري مع الصين، يعني عوض وردات مع الصين، عوض أن نجيبوا أشياء قد لا تنفع. خلينا نقول مثلا الصين هي المورد يعني المصدر رقم واحد للفوتوفولتايك، ما هي نسبة الفوتوفولتايك اللي ناخذه فيها احنا من الصين؟ هذا سؤال يطرح وغيره، يعني خلينا نقول لنانو تكنولوجي والتكنولوجيا السيبرنية وغيره من المسائل اللي هي ضرورة لنا احنا كبلد في طور النمو. ونعتقد ان في منطق معناها التفاوض مع الصين يمكن ان نقدم اشياء وناخذ اشياء في المقابل. تبقى معنا استاذ بشير، نفتح باب التفاعل مع محلل الحصة نجم الدين. أهلا وسهلا أستاذ بشير، أنا حبيت أكثر ملاحظات وتفاعل وماهيش أسئلة. مثلا على الجانب الميزان التجاري، الإكسيدون كبير للصين صحيح، لكن في لقاء تم مع وزير الخارجية الصيني في زيارته الأخيرة للترويج للمنتدى هذايا العاشر اللي باش ينطلق بعد غدوة، تم الاتفاق مع وزارة التجارة التونسية على قبول الصين برفع بعض الحواجز أمام عديد المنتجات الصينية لدخول السوق الصينية. نعرف السوق الصينية شوف قديش فيها مليار واش، ثم عديد المواد خاصة الزراعية كما الزيتون كما التمر كما البرقدان وكما غيرهم كما برشا أنواع من المنتجات البحرية زادة ممكن تدخل للسوق الصينية، وثم كان ثم نوع من الحواجز تقيمها الصين، تم الاتفاق باش ترفع فيها باش تكون الميزان التجاري أحسن شوية، وثم مراجعات في بعض كما صار مع تركيا، ثم مراجعات في الاتفاقية اللي تربط تونس
تونس مع الصين. أيضا ثم اهتمام صيني كبير بالوضع في تونس وبالاستثمار في تونس. ثم أكيد نعرفوا لي ثم حزمة من المشاريع اللي قدمتها الصين مجانا إلى تونس، خاصة في مجال الشباب كما المركب الشبابي في بن عروس، كما الأكاديمية الدبلوماسية اللي تم تدشينها في شهر مارس اللي فات، كما المستشفى اللي ولا العسكري في صفاقس. أيضا زاد البعثات الطبية المتواصلة الصينية إلى تونس. أيضا يظهر لي ملعب المنزه ما زالت المفاوضات فيه وبعض المنشآت الرياضية باش يتم إنجازها عن طريق شركات صينية ومجانا، معناها تطوعا ماهيش بالفلوس. أيضا في الأيامات الأخرانية وحكيت عليها توا في الافتتاحية كيفاش دخلوا، أنت حكيت على الفوتوفولتايك، عملوا مشروع في القروان بقيمة 100 مليار تقريبا 96 مليون دينار. أيضا جسر بن زرت اللي باش يعوض الجسر اللي ترفع في واحد باش يولي جسر ثابت دائم على طول اليوم من غير ما يتهز باش يمر فيه البواخر الكبرى للميناء التجاري في بن زرت. أيضا ثم شراكات جاية ما بين تونس والصين في عدة مجالات لدخول السوق الإفريقية والسوق الأوروبية، باعتبار تونس عندها اتفاقيات تفاضلية مع السوقين هذوما، وأيضا عندها كفاءات كبيرة وفي خاصة في صناعة السيارات ومكونات صناعة السيارات سواء العادية أو حتى الكهربائية اللي هي مستقبل صناعة السيارات في السنين القادمة. هذا فيها مشاريع. حكيت زادة على مشروع اهتمام، ثم مشروع كبير بإقامة الميناء المواني العميقة سواء في زرزيس ولا في النفيذة، وألا أيضا بمشروع منجم سراورتان في الكيف للفوسفات فيه 3 مليار دولار يخدم 4000 موطن شغل في الفترة الأولى. معناها ثم برشا استثمارات صينية قائمة، خاطر طوى الانفلوب نتاع الاستثمارات الصينية 34 مليون دينار ما يجي حتى شيء. عندهم 10 ل 12 شركة صينية وبعض المشاركات أخرى كانت باش تدخل معنا في إقامة الجيل الخامس للهواتف الجوالة، لكن في الفترة في آخر وقت فازت بها شركة أوروبية أو ملتي ناسيونال بتوجه برأس مال أوروبي. نعم هو فقط ألو تفضل تفضل. معناها أنا متفق معك في جل ما قلته، فقط أنا تدقيق بسيط خاصة في مسألة العلاقات الثنائية والعلاقات متعددة الأطراف. أنا الحقيقة لا أميل كثيرا إلى مسألة هذه المجاني وإلا الهيبة. الهيبة أعتقد أنها وأنا على الأقل نعرف مشروع من المشاريع اللي ذكرتها، يعني هيبة، ولكن في الأخير كل المقاول الصيني والعمال الصينيين والمعدات المستعملة الصينية وغير ذلك يعني. فأنا أعتقد وأميل إلى أنه طبعا بمنطق السيادة الوطنية أيضا دائما ما ينادي بها رئيس الجمهورية وإحنا معه في هذا، أنه دائما تكون المعاملة بمنطق الند ند ومنطق الرابح رابح، لأنه في نهاية الأمر شفنا أكثر من نموذج إفريقي مع الصين اللي الصين أخذت فيه مجال منه مهم جدا اقتصاديا، ولكن وكل النماذج الصينية الإفريقية عفوا نجم نتحدث على جيبوتي مثلا كان نموذج أساسي اللي هي نموذج يعني خلينا نقوله لم يكن ناجحا في العلاقة الاقتصادية مع الصين فقط لأنه شيء مشات في منطق الاقتراض والتداين اللي هو يعني يؤدي إلى مشاكل كبيرة في الميزان التجاري. فمرة أخرى نقول أنه نحن ندعم كل أشكال التبادل الصيني، تنويع الشراكات، ولكن في إطار من السيادة الوطنية ومواصلة يعني هذه التوجهات الكبرى التي خططها تونس. أستاذ بشير، احنا حكينا وأغرقنا في الحديث عن التفاصيل الاقتصادية وهذا مفهوم جدا، ولكن خلينا نحكي شوية على الأبعاد السياسية ونحن في حضرة باحث في العلاقات الدولية. هل يمكن الحديث اليوم من خلال هذه القمة عن تحالفات سياسية جديدة، عن بناء علاقات أو تكتلات جديدة انطلاقا من وحدة الموقف إزاء أمهات القضايا اليوم؟ يعني كل التقارب أنا حكيت محدث الموقف جنوز بالو لدير، لأنه على الأقل الموقف الصيني بالقضية الصينية صحيح أنه لا يتقارب صحيح مثل بقية تقارب الأطراف، ولكن ثم خلينا نقول تقارب في الجانبات. وكما قلت أي إشارة تلتقط في اتجاه تنويع الشراكات بما يحفظ السيادة الوطنية وبما يحفظ استقلالية القرار الوطني ولا يورط تونس
في تحالفات من هنا ومن هناك. أعتقد أن هذا لا يمكن إلا دعمها بأي شكل من الأشكال، خاصة أن العلاقات التونسية الصينية علاقات راسخة وقديمة واستخدمنا في 500 قبل يعني عدد من السنوات، وصين علاقتها الخارجية دائما ما تقول على مبدأ احترام السيادة الدول وعدم التدخل بشكل واضح في القرار الداخلي للدول. هذا طبعا دون أن نتحدث عن المسائل الداخلية الصينية، سواء في علاقة بالديمقراطية الصينية كما تراها الصين، وأشرت لها في بداية الحديث أن هناك نموذج صيني لا يكون فقط على الديمقراطية اللي نعرفوها احنا، ديمقراطية صوت واحد لكل شخص، ديمقراطية تقوم بجزء منها على هذا، ولكن في جزء آخر على الحزب الشيوعي الصيني وعلى ما يعبر عنه بالكفاءة والكونفوشيوسية، يعني إحاطة القائد وإحاطة الرئيس في أكثر ما يمكن من الخبراء لأجل يعني المضي في مشاريع طويلة الأمد يتم الاشتغال عليها في مدة طويلة وبشكل محدد. سلفا هذا قد يمكن أن نختار معناها نستفاد من الصين في اتجاه يعني تعزيز الواقع السياسي في البلد مرة أخرى دون أن نندرج في حلف من هذا الجانب أو الجانب الآخر، لأنه الجغرافيا هي مثلا محددة في العلاقات الدولية، وجغرافيتنا مغاربية عربية إفريقية متوسطية. واضح، شكرا جزيلا الباحث في العلاقات الدولية بشير الجويني على كل ما أفدتنا به. 11:36 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، احنا مواصلين في فقرة حديث ساعة ونرجع لك لبقية مواضيعنا. نعيم، باش نرجعوا الصين باش نرجعوا لتونس باش نحكيوا على زاد باش نقعدوا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي كان أشرف البارح على جلسة عمل تم تخصيصها لاستكمال تنقيح الأحكام المتعلقة بالشيك دون رصيد. رئيس الدولة أشار إلى أنه المشروع المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية اللي تم توجيهه إلى مجلس نواب الشعب لا يمكن إلا أن يتنزل في إطار منظومة متكاملة تحمي في الوقت نفس الوقت صاحب الشيك والمستفيد منه، إلى جانب تحميل البنوك المسؤولية لتجنب إصدار شيكات دون رصيد. وردوا برشا حاجات في المشروع هذايا، من بينها اعتماد إجراءات الصلح بالوساطة قبل إثارة الدعوة العمومية، وكذلك إرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك واللي ستتيح للمستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك لدى المصرف. هو في الحقيقة رئيس الجمهورية بعد ما مشى للمشروع الأولاني اللي أرسلته رئاسة الحكومة الأسبوع الفارط للبرلمان بعد جلسة رأسها رئيس الحكومة والدولو فيها المشروع، جابه وعاود عدل فيه شوية، عدل فيه فيش. أول شيء تم الإبقاء على العقوبة السجنية رغم حتى في المشروع الأولاني تم الحط منها، وتو يدخل وثم أعطاه لأول مرة معناه إمكانية الضم، يعني يدخل بأربع ملفات ياخذ عقوبة واحدة برك. الآن أعطى الوساطة في الحل بالوساطة، معناها قبل يجي جزء من الناس يعمل المصالحة قبل ما يمشي، إثارة الدعوة العمومية معاش البنك هي اللي تعملها مباشرة، إلا الساحب مثلا أنا أعطيت الشاب شيك فيه 5 ملايين 300 بروفيزيون، مش البنك تمشي تصبه وتعديه للمتضرر، إلا شهاب كان اختر له هو، ولا يجيني يقول يا فلان هات تعطيني فليساتي واحد، ويكونوا يلقاو حل عن طريق وسيط ولا غيرها. أيضا ثم المنصات احنا حكينا عليها المرة اللي فاتت في المشروع الأولاني، قلنا يلزم ثم في برشا بلدان ثم تجارب متاع المنصات، تحط تجي بالإمكان أنت أنا عطيتك شيك ب20 مليون تدخل تقول هذا عنده كان 15 ولا 10 ولا حاجة ما تقبلوش الشيء، معناه معاش بشي يولي فيه إشكالية ولا يرجع لك ولا حاجة، لقيت عنده 21 ولا 25 وقتها تنجم. وعطاه أيضا المسؤولية للبنوك، المرة فاتت احنا تسألنا قلنا كيفاش البنك ديما هي مستفيدة معناه من تعامل بالشيك، ورغم اللي هي طرف هي اللي تمنح الشيك للمتعامل متاحة وصاحب الحساب عندها، لكنها البنك ما تحملش المسؤولية، تاخذ الأرباح وتاخذ خطايا التأخير وتاخذ كل شيء، معناه هي تدخل في الربح خارجة من الخسارة. اليوم المشروع القانون هذايا أعطاها مسؤولية زادة جديدة للبنك، تتقاسم المسؤولية هذه، وحتى يظلك يرجع الشيك ما عادش فيه الخطايا التأخير والخطايا الكل باش نتنحى، وهذا اللي كان سابق. والنقطة المتعلقة بالله سمحني نجم يعني نسألك بها، بعد التعديل الأخير
قبل تعرفوا أنه إذا كان أنت عندك قضية في شيك دون رصيد وصدر في شأنك حكم بات، فأنت باش تقضي العقوبة السجنية حتى وأن تصرفت ودبرت عليه كامل. في التعديل الجديد لما تدبر المبلغ يعني تنجم تخرج التعديل، وهو يقول حتى في كما أشرنا نحن المرة الفاتت يقول بمفعول رجعي، معنى أنت تو اليوم في الحبس تقضي في عقوبة لطف عليك مش أنت، معنى نحكي على أي إنسان عنده شيك، أي عنده شيك مثلا وحضر الفلوس بعد مثلا جمعة ولا شهر من اللي تحكم الحكم البيت، قعد في الحبس ما يخرج، لكن تو يدفع يخرج يدفع حتى مازال معناها مازال 5 ولا 10 ولا قديش من عام يدفع يخرج. هذا قال عليه معناها في المشروع في المره اللي فاتت، وزاد التاكيد عليه ما تمش تنحيته. ايضا زاد اللي ما تخلص زاد يدفع الفلوس نتاعو ويتفاهم هو والسيد اللي سالو، يصير فيه يعطيه شهاده خلاص وتتنحى عليه كل التتبعات القانونيه من بمفعول رجعي، مش معناها من مثلا في الايامات هذه حتى اللي عنده 5 و6 سنين ما تشدش، والا في خارج يجي يدفع كامل المبلغ للمدين نتاعو اللي سالوا الفلوس وتقف عليه كل التتبعات. وهذه حاجة مهمة، صحيح برشا ناس كانوا طالبوا باش ما عادش يتم تجريم ولا السجن اللي يصدر بواحد في المعاملات التجارية والشيك سونفروزيون ما يدخلش للحبس، لكن تم الإبقاء عليها وفيه بعض التعديلات وماهيش مباشرة، معناها تحسنت الأمور بنسبة كبيرة جدا. قاعد يتقدم يعني. الموضوع الآخر هو زد موضوع يهم برشا، نحكي هوني على لجنة الصلح الجزائي مرة أخرى. رئيس الجمهورية هو البارح كان التقى برئيسة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مشكات إسلامة واستعرض معها أعمال اللجنة في المدة الأخيرة. مرة أخرى رئيس الدولة أكد أنه الدولة التونسية لا تسعى إلى التنكيل بأحد، لكنها تسعى إلى استرجاع أموال الشعب وحق الشعب والمقدرات منه، مع زاد أكد أنه باش يتم إعطاء فرصة جديدة للمعنيين بالصلح الجزائي باش يعودوا يرجعوا للأعمال متاحهم بعيدا عن كل ابتزاز. رئيس الدولة كان شدد زاد على أنه حق الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم أو كما يتوهم البعض بأوراق الاقتراع. هو صحيح هذا توا بعد ما تم تعديل النص المنظم للصلح الجزائي وبعد التشكيله الجديده اللي تم تعيينها في الفتره الاخيره وترأسها القاضيه مشكات سليمه، اليوم باشرت عملها عندها تو تقريب شهر ولا اكثر شويه، بديت في دراسه الملفات. صحيح وما تم دراسه جزئيا من الملفات هذه المعنيين بها اللي استفادوا من العهد السابق وتم دخلوا في مرحله ميناء التقاضي، بعض منهم مسجون والبعض الاخر محل متابعه بحاله صرع. اليوم باش اللجنه باش تنتهي الى اقامه ولا الى تحديد المبالغ المستوجبه اللي استفادوا بها تيله عملهم وارجاع نعرف الملف هذايا باش يرجع المجلس الامن القومي اللي يكون هو عنده السلطه النهائيه في تحديد القيمه وقبولها او عدم قبولها من عند اللجنه، هو يعطي الكلمه الاخيره. اذا الانسان رجل الاعمال او صاحب المؤسسه قبل بالمبلغ الاخراني زاد حتى هو يدفع كامل او على اقساط ويتم الاتفاق بشانها وكيفاش يتم دفعها، ووقتها تتقف التتبعات حتى كانوا مسجون يخرج مباشرة ويستأنف أعماله كما قال رئيس الجمهورية في لقاه البارح. احنا دائما ننفتح على كل المبادرات القيمة وعلى الأنشطة الجامعية اللي تصير في فضاء الجامعات. تذكروا لما حكينا مع عميد الجامعة في سيدي بوزيد معهد التقنيات حول المبادرة اللي قاموا بها والمخ خبر اللي تم استحداثه. اليوم باش نعاود نرجعوا نعيمة معاك لفضاء جامعة أخرى ونشاط آخر. اليوم باش نقعدوا في تونس العاصمة باش نمشي والجامعة تونس المنار اللي تنظم من نهار 31 ماي ونهار 1 و2 جوان الجايين الدورة الثالثة لتظاهرة جامعة دون عوائق تحت شعار هاندي كاثون للابتكار الشامل. احنا باش نعرفوا شنية التظاهرة هذه، شنو اللي فيها، شنو الأهداف متاحة. معنا عبر الهاتف رئيس الجامعة المعز الشفرة. مرحبا بك سي المعز. مرحبا بكم، يعطيك الصحة على اهتمامكم بالجانب الجامعي، ومرحبا مستمعي
الإذاعة الوطنية. شكرا. شكرا لك سي المعز. لو تقدم لنا التظاهرة هذه. يعطيك الصحة. التظاهرة هذه مهمة جدا، تدخل في نطاق المسؤولية المجتمعية لجامعة تونس المنار. التظاهرة هذه كما ذكرت سيادتك على مدة 3 أيام، 31 ماي 21 جوان، باش تكون بالضبط بالتحديد في المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي. المركز هذايا يتبع وزارة التربية، ومشكورة وزارة التربية على التعامل مع وزارة التعليم العالي. تهدف الدورة هذه دورة ثالثة، ونحكي لكم على الدورة الأولى والثانية، إلى تعزيز إدماج الطلبة ذوي الإعاقة. نحن هذيك قلت لك هي راهو هدف نبيل جدا، والمشاركه نتاعنا نحن في الدوره هذه، اي طالب عنده اعاقه نحبوه كيف وكيف اي اوتر ايتيديان. فما حتى فرق بيناتهم، هذاك عشان نقولوا معناها جامعه معناها دون عوائق، ما فما حتى عائق. الطالب هذا كيف وكيف اي طالب اخر من اي نوع من الاعاقات معناها مختلفه يقراوا في الجامعه. عندنا نحن زوج اختصاصات اللي ركزنا عليها في الدوره الاولى والثانيه، خاصه اختصاص لغه الاشارات اللي هي في معهد ابن شرف، وكذلك العلاج الطبيعي في مدرسه الصحة. نحن في الدورة هذه مشينا إلى أكثر من هذا، إلى كل أنواع من الإعاقة الموجودة عند الطلبة، خاصة عندنا طلبة يقرأ في كلية حقوق، عندنا طلبة يقرأ في كلية اقتصاد، عندنا طلبة يقرأ في كلية علوم. دونك حبينا نعملوا هالورشة هذه ننظموا ورشات تكوين لفائدة الطلبة للمشاركين في مجال تقنية بحث المشاريع. هذه بتبيع المشاريع لينوفاسيون، معناها مش اي مشروع عادي، مشروع حسب التكوين نتاعهم، وتمكين معناها باش يكونوا قراب للسبيسياليست معناها مختصين في بعض المشاريع على مده يومين. فما نحن نسميه بوت كامب، معناها معسكر باش يقعد على مده يومين في المركز هذايا، معاهم خبراء، معاهم اساتذه اللي هما باش يقعدوا معاهم على مده يومين. وبعد في اليوم الثالث هو اليوم معناها باش يقدموا فيه الطلبه هذوما المشاريع نتاعهم. فما 40 طالب نحن وقع اختيارهم على خاطر صار ابيل وصار سيليكسيون من الجامعه. الطلبه هذوما باش يقدموا المشاريع نتاعهم، باش يكونوا حاضرين، هذه النقطه مهمه جدا، معناها فاعلين اقتصاديين اللي هما لي بايور دو فون، اللي هما باش يمولوا هالمشاريع نتاع الطلبه هذه. ونحن في نفس النطاق، هي مسابقه، خاطر نحن ديما عندنا الطابع البيداغوجي للطالب، لان انا عندنا مسابقه، ان فما كومبيتيسيون. دونك الطالب نخليوه باش يقدم معناها عمل معناها راقي بالمستوى جيد تحت المعايير كذلك اللي بعث، فما قانون اللي بعث المؤسسات. فما جوائز قيمه، فما 3 جوائز، وممكن انا باش نخصص حتى اكثر من 3 جوائز. وبالمناسبه ذي انتم سي المعز اعطينا سكوب، اعطينا سكوب. والله يعذر لو نحن ديما خاطر انا ديما يبدا ونقولوا 3 بركه، هما 40 مشارك. انا ماذا بيا نوصلوا حتى ساعات العشرة، ولكن تبارك الله عندنا لي سبونسور موجودين، نحب نشكرهم. ممكن توا ان شاء الله تحضروا معنا في اليوم الثالث، على خاطر هو وجودكم اليوم الثالث وجود مهم جدا، بتشوفوا الاولاد نتاعنا في الكاباسيتي نتاعهم، الاولاد اللي عندهم اعاقه اللي هما توا يوليوا هما الاخر، هما المشغلين، ماهوش هما الطالبين شغل، هما اللي بيشغلوا، هما يبعث المؤسسه نتاعهم. هذه معناها كيف تشوفوهم انتم بيكم تعطيهم جوائز، والجوائز اكثر جوائز هي جوائز مادية، راهو أكثرية المساهمة باش يبعث هو المؤسسة نتاعو، معناها باش يجهز المؤسسة نتاعو، باش يكري اللوكال، باش يجيب الماتريال وكسيتيرا. دونك مش حكاية فلوس باش تتحط أنا وعندي فلوس، نو الفلوس هذيك باش يبعث بها المؤسسة نتاعو. هذيك علاش قلت ماذا بينا نعطي أكثر من 3 جوائز. نحن بدينا ب3 جوائز وحسب الإمكانيات نتاع الجامعة، ولكن إلى حد الآن العديد من المؤسسات قاعدة تتصل بنا ودي سبونسور يحبوا يشاركوا، على خاطر انا فرحان، على خاطر الدوله هذيا معناها اللي كما قلت المسؤوليه المجتمعيه نتاع الجامعه، هما وليداتنا نحبوهم يوصلوا ونحبوهم ياخذوا شهيد ويتميزوا كيفهم كيف اي طالب اخر. ونحن هذيا تعرف نحن نخدموا على المعايير الدوليه، نخدموا على التشغيليه الطلبه تاعنا، نخدموا على الكاليتي تاع ديديكاسيون. ونحن في جامعه تونس منار والحمد لله
لأنه نحن متفوقين أول جامعة في المغرب العربي في كل الترتيب، أي ترتيب أي تصنيفات تلقى جامعة كنت منار. علاش؟ على خاطر عندنا المعايير الدولية، المعايير الدولية هي جودة التكوين والتشغيلية مربوطين ببعضهم. دونك أنا كيف نوصل الطالب هذا نعمل له تكوين جيد ونحبه نهار آخر يكون معنا في سوق الشغل، يزاحم طلب آخرين، يزاحم بلدان آخرين حتى في سوق الشغل العالمي. نحن توا وليداتنا مطلوبين في العالم. دونك معلش انا خاطر عندهم تكوين وعندهم ثقافه، اللي خاطر هذه ترى بعث المؤسسات اللي ثقافه ثقافه بعثناها في جامعه تونس منار. عندنا امبول احنا في جامعه يخدم على شيء امبول دو سيتي انتربرونور اللي يشتغل، ووصلنا العديد من الستارت اب هذوما تاع طلبه. ولكن الخاصيه نتاع هالدوره هذه اللي هي للطلبه اللي عندهم اعاقه، وهذه هي العمل نبيل ونبيل جدا وبمختلف اي نوع من اعاقه. ما نحبش نحدد، كما قلت لك نحن في الدورات الاخرى ركزنا على 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 الاعاقه البصريه ولا العضويه ولا في لغه الاشارات. توا معناه مفتوحه لاي طالب عنده فكره. فما لجنه متكونه من اساتذه يشتغلوا في جامعه تونس منهار وخبراء وباحثين، هم اختاروا وعملوا السيليكسيون تاعهم، هم اختاروا انه الفكره على خاطر هو الطالب يبدا بفكره وبعد احنا ماك الفكره هذيك نخرجوا منه مشروع. وذوما فما دي سبيسياليست في بعث المشاريع، وذيك القوه نتاع التظاهر هذيا. اون ميم طون عاود نتذكر اللي فما باعثين اقتصاديين اللي هم اللي يور دو فورم يكونوا حاضرين معنا في اليوم الثالث، يعني يوم الاحد. هما باش يمولوا اي بيان سور، هما راهو هذا سير بروجرام وين وبيبو، مش باش يمولك باش يمولك حتى باش يعرف المشروع ناجح، باش يسمع باش يشوف باش يعملوا بريزونطاسيون تاع البروجي تاعهم. بالطبيعه هو اللي باير دو فون مش باش يمولك هيك مشروع لان المشروع، باش يمول المشروع لانه مشروع يعرف هو ناجح ومقتنع به. وكما قلت لك المشروع هذايا ماخذين بصمه نتاع معناها نتاع خبراء. معناها فما خبير باش يحضرك المشروع، الفكره هذيك باش يردها مشروع. معناها خبراء معناها مختصين في الجامعه، معناها اساتذه مختصين في الجامعه باش يكونوهم في بعث المشروع. معناها من فكره الى مشروع. واضح. سي المعز تبقى معنا، نفتح باب التفاعل مع محلل الحصه نجم الدين العكاري. مرحبا. أهلا وسهلا سي معز. بربي عندي حبيت نستوضح منك، كي قلت لبايير دوفون هل هما بنوك وإلا مؤسسات وطنية تشتغل في قطاعات تنافسية ولا قريبة من الأفكار المشاريع اللي باش يقوموا بها أولادنا الطلبة من ذوي الهمم في اختصاصات متعددة؟ نعرفوا احنا سواء الشركات المالية والبنكية عندها برشا شروط وبرشا صعوبات في تمويل المشاريع، وهي ما تغمرش وتمول الفكرة مهما كانت ناجحة وعندها جدوى اقتصادية وغيرها، وتطلب عديد الشروط والضمانات للتمويل. هذا اللي معينيه منه كل الخريجين واصحاب الشهادات العليا. شفنا احنا ونتبع النشاط نتاع الجامعات التونسية، شفنا التميز ابنائنا من ذوي الهمم ودخولهم في المراتب الاولى حتى في دون بعض مشاريع، وعندهم صعوبات تشغيلية. انك اليوم الانتصار للفائدة المصلحة الخاصة اليوم هذه فيها صعوبات. هل اللي باير دو فون هذوما قابلين معناها باش يعطيو التمويلات، ولا هما مجرد مؤسسات اقتصادية تشتغل في مجال تخصصهم وباش تشاركهم ولا تدخل معاهم في السوق؟ وخاصة احنا نشوفوا ديما المؤسسات الكبيرة تاكل المؤسسات الصغيرة. شكرا على السؤال قيم جدا. كما قلت انت لي بايور دو فون ماهمش كلاسيك، ماشي بنوك باش تشوف باش يجي تعطي قروضات. نو لي بايور دو فون انا مانيش باش نعمل اشهار خاطر توا على المباشر في الوطنية. فما وجيستومون هي هذه الثقافة، خاطر الطالب ما يعرفش منين نجم ياخذ فلوس. نحن نعرفوا والخبراء يعرفوا، دونك باش يجيبونا هل هما شركات تمول الطالب. موجودين برشا في تونس كيما لي زانكوباتور. عندي العديد من الشركات هذوما على خاطر انا مصحح معهم، عامل اتفاقيات مع الجامعه ومع الشركات هذوما. العدد اللي وصلنا له سي المعز كيفاش العدد نتاع الشركات اللي وصلنا له الى حد الان؟
والله ما العدد ما عنديش، ولكن انا عندي شركات هما مشاركين معنا على خاطر حتى مشاركين معنا في التنظيم، خاطر ديما ننظموا مع بعضنا. انا ما نجمش نذكرهم على خاطر هما شركات خاصه، طبعا نجمش نذكرهم، ولكن الطلبه نتاعنا يعرفوهم، وخاطر ديما ننظموا معناها ورشات عمل مع بعضنا، وديما هما يقدموا لهم شو ينجموا ياخذوا كفلوس، كيما لي ميكرو كريدي، كيما فما تشجيع لكريدي ما غير انتيري، سوك الحكايه هذيك الكل. الشركه هذه موجوده بكثره في تونس والحمد لله، وجستمون الطلبه ما تعرفش اللي الشركه هذه موجوده، ولكن هذا هو دورنا نحن كجامعه، انه في تظاهرات كيف نك نعمل تظاهرات مع الشركه هذه ونقدموا البرودوي نتاعهم للطلبه نتاعنا. دونك هذه داخله براتيكمون ممكن مره ولا مرتين في الشهر نعملوا هالتظاهرات هذيا. وكما قلت لك الدور نتاع مثلا بول ستوديون انتربرونور هو يشتغل مع الشركات هذيا ويعملوا تظاهرات للطلب، لخاطر هذه كما نقولوا حمله تحسيسيه، نحب نعرف الطالب اجا نقول لك نوريك مين تنجم تمول المشروع نتاعك. اما نحن خاطر ديما الجانب نتاع الجانب توا هذا جانب تقني، خاطر انا يلزمني الطالب نوصله كيفاش يكتب المشروع نتاعو، كيفاش المشروع نتاعو يبدا عنده ضمانات، كيفاش فما اسيرونس، كيفاش فما بلان دو ترافاي، دونك هذه كله وقداش الميزانيه تلزمه، هذه كل محسوبه عند الخبراء هذوما باش يعلموها مع المده هذوما نهارين. كذلك حتى في التكوين نتاعهم رانا نقريو فيه هذايا للطلبه، الطلبه يقراوا راهو يقرا كيفاش يكتب المشروع نتاعو وش يلزم يعمل المشروع نتاعو مع نحن كيما البول، خدمه البول البول تي دونتربرونور، الشركات ديما نعيطوا لهم في الجامعه ونجيو نعملوا تظاهرات. تظاهرات انا عندي الخميس تظاهره في الانستيتيو دو سيونس دو بيولوجي ابليكي مثلا، هذه في الاثبات عندي تظاهره بالشراكه مع الشركات هذوما، الشركات هذوما يتساعدهم باش يمولوا، ولكن باش يمولوا هما بيدهم عندهم مختصين وعندهم دي كونسيي. قداش يفتحوا التمويل؟ والله يا صديقو انت والمشروع فما انت والمشروع، انت وقيمه المشروع، انت فما مشروع ما يستحقش، فما خاصه المشاريع اللي هما توسكية رقميه ما يستحقوش تمويل كبير، ولكن مشاريع مثلا كيما نقولوا باش يعملوا حاجه ماتيريال، انا ما تعرف الماتيريال لور كل باش يعملوا حاجات اللي تستحق ماتيريال تستحق معنا امكانيات غاليه توصل حتى ل 100 مليون معنا باش يعمل الشركه نتاعو. دونك سا ديبون، انت بالعكس النقطه دي مهمه زاد، خاطر بالطبيعة هو الباعث هو بيشوف كل شيء باش يشوف المشروع هذايا قداش يلزمو فلوس. فهمت؟ دونك هذايا سي ان انديكاتور، هو باش يقول لك نجم ولا ما نجمش. فهمت؟ ولكن كما قلت لك انا المشاريع هذوما نهار 2 جوان باش نعرفوهم اكثر، واضح هما توا قاعدين يحضروا فيهم نهار 2 جوان، وان شاء الله نهار 3 جوان نجي نحكي لكم عليهم ان شاء الله، نقول لكم شكون المشروع اللي ربح ونقول لكم شنو المشروع. وكان فما زادة حتى اللي يسمعوا فينا يعطيكم الصحة انتم كوسيلة اعلام، انتم توصلوا في صوتنا ماذا بينا الشركات هما يلتحقوا بنا في نهار 2 جوان ويشوفوا معنا افيك بليزير، مرحبا بهم، وياخذوا فكرة ويشوفوا الطلبة ياخذوا فكرة. وانتم زادة تستحقوا سي المعز، لانه تصنيف جامعة المنار تصنيف مشرف جدا، هي الأولى وطنيا و948 عالميا، يعني هذا يحملكم مسؤولية كبيرة برشا، وانه تطلعوا بدور مجتمعي كبير. مشكورين جدا. الصحة هذه من واجبنا، راهو نحن من واجب كما قلت لك واجب علينا نحن باش نوصلوا رسالتنا، ولكن هذه من المسؤوليه المجتمعيه اللي هي تابعه استراتيجيه تاع الجامعه، وضروري جدا من وضروري جدا من بناء في اطار الاستراتيجيه الاتصاليه والتواصليه بناء شراكات مع بعض المؤسسات خاصه الوطنيه، ولا انا غلط سي المعز؟ شوف لا اوفر، انت جبت على التصنيفات، انا خليني نكون اكثر. نحن الجامعه الاولى في المغرب العربي، حاجه الاولى، حاجه ثانيه راهو فما العديد من التصنيفات، رانا نحن اخر تصنيف نتاع تايمز اير اديوكيشن وصلنا المرتبه 200 في العالم. فما ديزانديكاتور كل تصنيف على شنو يخدم، فما تصنيف مثلا يخدم على عندك جوائز نوبل، ونحن نفتخر اللي عندنا جائزة نوبل تونسي ولا استاذ شرفي في جامعه تونس. ممتاز، تعطينا الصفه تاع استاذ. يعطيك الصحه، وانت على موجات ام الاذاعات، يعطيك الصحه. شكرا الله يخليك، شكرا يا سيدي، شكرا سي المعز شفر رئيس